صباحك. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن كيف بتقدر تبرر لحالك لما تحس ان الجمله الوحيده اللي بتعبر عن موقفك تمنيت الارض تنشق وتبلعني، تحس حالك موقف كثير محرج، كيف تقدر تبرر لحالك هذا الموضوع؟ انا بتعامل مع الاحراج ان هو امر طبيعي جدا، اي حد في الدنيا معرض ان هو يتحرج بصرف النظر الجندر، اي راجل امراه، بصرف النظر عن العمر، هو اي موقف في الدنيا بيحصل. بس هو الفكره ان الوقت ده في الموقف ده قادر اتعرض للاحراج، ممكن بعديها بخمس دقائق حد ثاني يتعرض، قبلها بخمس دقائق كان حد ثاني. هي الفكره ان اتعامل مع الاحراج ان هو امر عادي بيحصل لاي حد، ابقى انا اوفركم الموضوع، اتغلب عليه، ما اخليش ان هو ياثر فيا داخليا كتير. بتعامل قدر الامكان ان هو الاحراج امر زيه زي الخجل، امر زيه زي عدم الثقه بالنفس، امر زيه زي اي فلو، اي عيب موجود في شخصيتي، وبحاول اتغلب عليها بالامر. فانا بحاولش اوصل لدرجه ان يا رب الارض شقه وتبلعني قبل ما اوصل للموضوع ده، قبل ما يبان عليا قوي كده، قبل ما القدامي يتمسخر عليا، قبل ما القدامي، سواء انا public speaker، سواء انا بتكلم in front of people قدام ناس كتير، سواء انا بتكلم individual one to one، ما خليش الموضوع ياثر فيا قوي، لازم انا احاول اتغلب عليه. بس شريف احيانا بيكون ليه علاقه بسرعه البديهه، يعني انه الشخص ازاي دلوقتي يتدرج الموقف ويحله في نفس اللحظه، ان هو يخرج نفسه بسرعه. في ناس بترتبك احيانا بيكون غصب عنها، مثلا اللي بيبكي اللي بيغمى عليه من الكسفه زي ما بنقول، فان هو ليها تمرينات مثلا او ليها تدريبات اقدر اعملها. ده بيرجع للسيلف كونفيدنس، انا قد ايه واثق في نفسي. بمعنى انا مثلا دلوقتي في موقف معين اتحطيت فيه، حد قال كلمه اخجلتني، حسيت الموضوع يعني لا، يعني ما كانش مفروض اتقال ده. يا اما انا مثلا بعالج الموضوع بنفسي بسرعه في لحظتها، لو انا غلطت في حاجه اي هاف تو سي ام سوري، مثلا لو انا غلطت في حاجه بان عليها ريفلكت الشخص الثاني قدامي مثلا، فانا بقول بتاسف ما دام خلاص انا من قراره نفسي انا شايف ان انا غلطت في الموضوع ده، تمام. لكن ممكن مثلا قدامي يكون هو زي ما بنقول بيصطاد في الميه العكره، اوكي، يعني فروم ناو اون صياد لي هو، لا بص شريف بان واقف له على الواحده، فهو هيصطاده في دي وهصطاده في دي وهصطاده في دي، اوكي. لكن باي تايم لو انا ادارس اللي قدامي كويس هنعرف، لا انا الشخص ده من النوع ده، فانا بقى مهما هو يتكلم انا هعرف اواجه، هعرف اتكلم، او حتى احيانا اصد له، او احيانا ادراك الموقف يعني مثلا، او فهم الموقف. احيانا شفنا هذا، شفنا اكيد شفتوا معي انتم الفيديو على السوشيال ميديا، هذا اللي كان بيعمل تمرين المشي وقع عنه، فمشان بنت كانت ماشي من وراه، ف سمعت خبط فطلعت وراء، بيعمل بوشينج يعني انه عادي يعني بالضبط. وكان في ناس ايه، هي بيرجع للكالتشر نفسها، الثقافه، ممكن مش الشعب بس، هو بيرجع من شخص للتاني. واحد مثلا ممكن يشوف ايه ده، واحد واقع ف نقلبها بقى ضحك وهزار، خاصه احنا عندنا الشباب، بس يكون الموضوع فيه حريم وفيه شو اسمه جد يعني، بصير انه كل واحد نافش الباي، وحتى لو لا 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 عادي عادي مش مشكله عادي، انا بس بشيل الباي تبعي من تحت كنت عادي يعني. بس هو حتى بصرف النظر الباي وتراي، حتى مش الجيم، حتى ان جنرال نورمال سيتويشن، اي موقف عادي في الطبيعي بيحصل، في الشغل، في البنزينه، في الشارع، في الكافيه، في اي، في المطعم، في البيت، في اي مكان، اي حد معرض ان هو يتحرج. هي الفكره كلها ان انت ازاي بقى ساعتها تدارك الموقف، يا اما انا هكمل في طريق الاحراج، يا اما لا اي ستوبت، هوقف الموضوع، وابقى انا افكر في وقتها انا ازاي، لا الموضوع ما كانش مستاهل اول احراج ده، لا انا اللي قدامي ده من نوع الصياد الاخطاء ليا، فانا لا انا خلاص انا كده عرفت ميته ايه زي ما بيقولوا، فانا مش هتحرج اني مور. هي دي البوينت، حركة فاهمني؟ فبيزد على ده انا بقدر اقيم الموقف. في طبعا فرق بين الاحراج والخجل، الخجل ممكن يكون مينلي انا بخجل بيني وبين نفسي، مش لازم يكون قدام حد، الاحراج ممكن يكون انا قدامي 4-5-10 اشخاص موجودين. لو انا مثلا سيد سالت سؤال محرج، او مثلا سالت سؤال لا مش عارف ايه اللي ممكن يتجاوب في ساعتها، انا ممكن مثلا بذكاء اخليه public question، بحيث مثلا ايه ده السؤال ده فعلا كويس، طب خليني كده افكر فيه، طب يا جماعه ايه رايكم في السؤال ده؟ فبناء عليه بدل ما كان الموقف واحد ليا فقط، المفروض اللي هو قدامي بتصيد لي الاخطاء وعايز يحرجني، فانا لا ممكن اخليه public question للجميع، فبقى كله له الحق ان هو يجاوب. فبناء على اللي هو هيقوله او اللي قدامي هيقوله، ولقيت مثلا وجهات نظر متقاربه ما بين بعض، يبقى دي اجابه السؤال اللي انا كنت محرج منه.
بتتحرك فاهمني. فبناء عليه برضو تاني هرجع اقول لك ان مش لازم يكون الموقف اللي انا اللي ممكن احرج، ممكن يكون قدامي هو اللي قاصد يحرجني. فانا بقى ازاي هعرف لا ستوب ات، انا اللي هرد عليك. مظبوط. يمكن هاي نقطة كتير مهمة. أحيانا في أشخاص ما بيحترموا أي شيء وبيضطروا إنهم مثلا يحرجونا بالسؤال. كيف شريف ممكن إحنا نرد الإحراج بإحراج تاني، أو مثلا نرد السؤال بسؤال تاني يحرجهم؟ وهل هذا منطقيا سليم أو صحيح؟ يعني فينا مثلا إذا شخص مثلا فلنفترض سألني كم تقبضي راتب، فيني أنا أرد له إياه؟ هو موضوع أصلا فاينانشلي إن حد يسأل لحد يعني أنت سؤال سخيف أو سؤال سخيف بس في ناس بتسأل yeah. اكيد في ناس تسال. بس هو الفكره ممكن اقول له اتس نايت بزنس، يعني مش شغلك مش فيني موضوع. انا احرج طبعا فيني احرج، ما دام هو يعني ادى لنفسه السبيس المساحه ان هو يتدخل في امر لا يعنيه. حتى احنا بنقولها ما انت تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. فالطبيعي لو حد بيسال سؤال فيري بيرسونال وسبيشلي ما فيش اي عشم ما بيننا، ما فيش اي سبيس ممكن يسال سؤال زي ده، فانا لا ممكن احرجه اقول له وانت مالك مثلا، اقول له شيء ما يخصك، مش لازم اجاوب على السؤال. بس مش دايما تقدر تحكي لها، يعني مثلا مرات الاشخاص بيكونوا اكبر منا بالعمر او بتربطنا فيهم مثلا مزبوط. علاقات عائليه ما بتقدر تقول له انت شو دخلك صح. ولا حتى بتقدر تتهرب من بالضبط. فكيف ممكن مثلا انك تجاوبه وما تجاوبه بنفس الوقت؟ بالضبط. انا بتكلم نورمال دلوقتي على الجنرال سبيكينج ديسبايت الايج، بصرف النظر عن العمر اللي قدامي ديسبايت الجندر. لكن مثلا بتكلم عن حد ممكن اكبر في السن، حد قريبي، حد كذا كذا من حضرتك ليهم، فانا ممكن مش لازم اجاوب بار دايركت انسر، مش لازم اللي هو لا يبقى انت بتاخد اكس من الفلوس يبقى انا هقول نفس الرقم. ممكن اقول حوالي كذا، ممكن اقول مثلا بيعتمد على الشهر، حققت مبيعات ما حققتش مبيعات، ممكن اقول بيعتمد على البونص بتاع الشهر ده مش قوي قوي الكوميشن، او يقول انا باخد اللي مكفيني، باخد اللي مكفيني او انا مبسوط الحمد لله باخده. الحمد لله مبسوط باللي انا باخده. بس ممكن يكون اللي قدامك بقى ايه لا يعني كام بالظبط عايز يعرف اكزاكت نمبر. فانا برده مش لازم اريحه قوي، لان هو برده بصرف النظر حتى لو قريبي حتى لو شخص كبير، انا زي هو مدي لنفسه الحق ان هو يسال سؤال، انا برضه من حقي اجاوب او ارفض. يعني صحيح. الموضوع مش لو انا مجبر على الاجابه. هو كمان شريف بلاحظ انه مش بس في اسئله الراتب او انت معاك فلوس قد ايه او انت بتاكل ايه، الكلام ده كله حتى على مستوى الثقافه. في بعض الاحيان مثلا بيكون انت عايش في دوله زي الامارات، في مواقف بتضطر فيها انك تتعامل باللغه الانجليزيه مش العربيه مع الاجانب مثلا. في ناس بيكون فهمهم للغه او تعليمهم للغه معدوم مش موجود، ما درسوهاش او درسوها ونسيوها او واتف او ما بيحبوش يتكلموا انجليش، فبيتعرضوا لاحراج في بعض الاماكن مثلا انه شخص يكون بيتكلم معهم او بيسالهم سؤال وهم مش فاهمين، بالاخص اذا قدام جامعه. واحنا كمان العرب بننظر الى الشخص اللي مش فاهم انجليزي ده انه اوه شو متخلف. فازاي يتدارك الموقف ده بالذات على يعني مستوى الثقافه بشكل عام؟ هو الفكره زي ما حضرتك بتقولي ان ممكن في عقده الخواجه شويه، اللي قدامي مثلا لو هو بيتكلم انجليش فممكن يقول لا بتتكلم عربي النبي عربي زي ما احنا بنسمع كتير بيتقال. بس هي البوينت ان يعني ما فيش حد ابدا ممكن يعترض ان الانجليش دلوقتي بقى مهم جدا زي المية والهواء. انا دايما بقول كده في اي مكان ليه الانجليش مهم، لان انا مثلا لو انا بتكلم لو انا في الامارات ليتس سي في دبي في ابو ظبي في العربي يعني اوكي بستخدمه، لكن مثلا في المطعم بستخدم انجليش، في البنزينه في الانجليش، في الكافيه بالانجليش، في الشارع بالانجليش، الجيران بالانجليش. يعني نادر لما تلاقي فيه جاليه عربيه كتير حواليا، فانا مجبر ان اتكلم انجليش. لو سي مثلا النهارده اتعرضت لموقف محرج، انا مش عشان ممكن lack of language، انا ما عنديش عندي نقص في الخبره في اللغه، فانا لو فضلت على كده يبقى انا اللي حاصر نفسي في البابل دي، انا مش عايز اخرج من الكومفورت زون، مش عايز اخرج من منطقه الراحه الامان بتاعتي، انا كده مرتاح وخليني وبتاع اوكي ريلي اوكي اتس فاين. بس البوينت لو انت النهارده عرضت الموقف محرج شويه بعد كده هيزيد 30% 50 70 80 90، فالموضوع بالنسبه لك انت اللي هتبقى محلك سر واللي حواليك هم اللي بيتقدموا. صحيح. فانت المفروض ان انت خلاص تداركت الخطا ايه اشتغل عليه، مش هتدارك الموقف واقف. انا مثلا عندي نقص في اللغه، هتعلم، هاخد كورس، هتسمع على يوتيوب، هشوف اي حاجه تقويني بحيث ان انا اقدر انمي نفسي اكتر على قد ما اقدر. تمام اوكي دي يعني حاجه من الحاجات اللي ممكن بتكلم فيها. لا انا مش عايزك تستنى. لا 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 استنى استنى حاولنا نحرجك
اوكي من حولك اوكي بس نشوف يأثر فيك ولا لا. لا خالص. احيانا في نقطه معلش الشريف بيجونا ضيوف نحن بنحرجوا احيانا في مواقف محرجه في ضيوف فاتوا اجوا يوقعوا يدعثروا احيانا وانت لايف على الهواء فانت ما فيك انه والله تقول معلش يا جماعه ولا ادارك الموقف يمكن انا لو صارت معي كمان اوقع بنفس المطب اللي كانوا فيه بس كيف نحن نطلع من هيك موقف احيانا في مواقف بتكون يعني خلص قدام كل الناس ونحطها تحت الامر الواقع اعطيك مثال انا بالجامعه حضرت كلاس مو كلاسي ولا كليتي وحضرت وبشارك وايوه وهيك وفتت معهم بالجو واخر شيء طلعت كليه هندسه وانا فايت كليه اعلام يا زلمه واخر شيء مش عارف وين اروح اطلع برا ولا ضل ولا وين ما هي الفكره سوت يعني عادي انت تعرضت لموقف محرج اتس نوت ذا اند اوف ذا وورلد يعني خلاص مش نهايه العالم انا كده احرجت بقى خلاص اروح انتحر احسن صح. فعادي اتس فاين احرجت مين فينا مش معرض للاحراج يعني السيدات بحس الموضوع حساس شويه بالنسبه لهم شريف ممكن اوكي ليتس ميك ات اوكي ممكن بس تاني ارجع اقول لك بصرف النظر عن النوع الجنس ذكر او انثى الاثنين هو في الاخر هيومن بين ده بني ادم ده معرض للاحراج ودي معرضه للاحراج ممكن مثلا لو الراجل وقع زي ما الست تقع ممكن لو اتقالت مثلا كلمه كده في النص ممكن سبونتينيسلي بعفويه للشخص اللي قالها صح. ممكن الراجل اوكي يعني هيعديها ممكن الست لا تاثر فيها شويه فده بيرجع ان انا هقدر ازاي ذا واي اي ثينك طريقه تفكيري انا اللي هتحكم في الموضوع بصرف نظر ان انا ذكر انثى انا لو عرفت اتدارك الموضوع انا عرفت افكر في الموضوع ان هو لا مش هيأزمني قوي مش هيحرجني قوي مش هخلي وبالمناسبه لا يعني علماء النفس عموما بيقولوا لو البني ادم الشعر احمرار الخجل احمرار الوجه من الخجل اللي موجود دي حاجه صحيه او دي حاجه بتدعي ان انا الراجل ده او الامراه دي عندهم ثقه بالنفس اكتر بيعرفوا يتاثروا بيعرفوا بيبان عليهم فدي حاجه ان هو لا ده هو كده غلط ده هو احمر خجلا معنى كان هو لا يعني هي worth the trust يعني انا ممكن اثق في الراجل ده بناء على ان هو حس بالذنب حس بالغلط اللي هو عمله فانا ممكن I can say I'm sorry ممكن اقول انا اسف وفي نفس الوقت هتدارك الموقف بعد كده فمش هيحصل تاني طيب من شوي كنت عم تخبرنا انه هي مو نهايه العالم اذا تعرضت لموقف محرج في اشخاص ما بيقدروا ما يبالغوا برده فعلهم في حال تعرضوا لموقف محرج كيف ممكن مثلا ننصح لهدول الاشخاص يطلعوا باقل خسائر ممكن من هاي الحاله او هل برايك ممكن يتعرضوا لطبيب نفسي هذا الشيء ممكن يفيدهم اكثر تمام هو انا برضو عايز ارجع لنقطه ان هو مش هينفع يكون ند بالند يعني مثلا حد قال لي كذا طب هي كذا ونقعد نعلي على بعض فمن زي لان السقف العند لما يجي يطلع انا قلت كذا فده قال كذا 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 فخلاص يبقى كده في الاخر الطريقه مرحله الوقاحه بالظبط هي الرودنس بالظبط هي دي بوينت فانا لو وصلت للمرحله دي انا كده هخسر اللي قدامي لان هو انا اكيد مش هقبل مثلا اللي قدامي يتكلم عليا وحش وهو مش هيقبل نفس الكلام وهكذا فانا ممكن اطلع باقل الخسائر اللي هو يعني من ترك المراء وان كان محقا يعني حتى لو انا هسيب الجدل حتى لو انا شايف ان انا على صح اوكي خلاص اللي انت شايفه انت صح حتى بنقول لو قدامه يقول له انت صح دي عشان اقفل الباب تمام بالظبط لان انا اقصر الشر وفي نفس الوقت ان انا مش عايز اخسر قدامي فانا عندي ان انا اكسبه اكتر كتير من ان انا اخش معاه في مجادله لا هو هيقتنع ولا انا هقتنع هي نفس البوينت ان شاء الله الله ما بيجيب مواقف محرجه وان شاء الله كلنا اذا بيصير معنا لا سمح الله موقف محرج نعرف نتصرف بطريقه ذكيه شريف طبعا كلامك كله راح نطبقه ونحاول انه قدر الامكان كان ما نحط بمواقف محرجة شكرا كثير لك رح نطلع بريك ومن بعدها راجعين شكرا Thank you.